النهارده هنعمل يوم مختلف شويه. هنعمل ايه يا سوليه النهارده؟ انت وليد اماره وبسمه موجوده في الكنترول. النهارده هنعمل حاجه مختلفه شويه، هنعمل ستيك الفراخ او صدور الفراخ المشويه، وهقول لكم التتبيله ازاي وطريقه العمايل ازاي. لو السوليه وليد اماره وبسمه نزلوا بيها وهايدي يبقى كتر خيركم. صدور الفراخ سهله خالص، بنجيب صدور فراخ مخليه بنقطعها زي البانيه كده، والطريقه برده موجوده على الشاشه قدامكم اهيت لو السوليه نزل بيها. صدور فراخ او الستيك الفراخ بتتبيله اللي هي السيمبل السهله اللي كلنا نقدر في بيوتنا نعملها، عباره عن ثوم مهروس وملح وخل وعصير ليمون وفلفل وكمون وكزبره وشطه وزيت زيتون، بنتبلهم او ندعكم لبعض. بنخلي الجريلا تسخن على النار وبننزل يا فاطمه خمس دقائق، وخمس دقائق استوت صدور الفراخ. ليه اخترنا صدور الفراخ نعمل منها ستيك؟ عشان ويز اوت فات، ما فيهاش فات، نسبه الدهون فيها شبه معدومه، مفيده للصحه او مفيده للجسم، ما بتعملش ترهلات او تزود نسبه الفات او تعلي الكوليسترول في الدم.